السلام عليكم. على مدار السنوات لطالما كانت الصين معروفة بإصدار منتجات مثل الأجهزة الكهربائية الزائفة وذات الجودة السيئة، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم اكتشاف إصدار الصين لمنتجات زائفة بدرجة لا تصدق. ولكن ما يثير القلق هو أنه في مواقع مثل إيباي وأمازون يتم بيع هذه المنتجات من دون أي قيود، حتى أنها من الممكن أن تكون على منضدة طعامنا من دون أن ننتبه إلى ذلك. في هذا المقطع نعرفكم على 10 أطعمة زائفة من الصين ربما تتناولونها من دون أن تعرفوا. رقم 10. يتجنب الجميع حول العالم استيراد المنتجات الواردة من الصين، ومن السهل معرفة سبب ذلك لأنه في هذا البلد يوجد خبز تقليدي معروف باسم باوسي أو باوا، وهو نوع من أنواع الخبز المحشو الذي يتم طهوه على البخار. إنه طعام معروف للغاية في المطبخ الصيني، وعادة ما يتم تناوله مع الإفطار، إلا أن السلطات الصينية قد اكتشفت أن العديد من التجار يقومون ببيع خبز زائف، ومن أجل صنعه كانوا يقومون بنقع كرتون في المياه حتى يتحول إلى خليط كثيف يقومون بخلطه مع عجين القمح ومقادير أخرى. 9. مؤخرا تم اتهام 47 شخصا ببيع لبن مغشوش للأطفال أدى إلى وفاة العشرات منهم في مدينة تونيان بالصين. لقد قام هؤلاء الزائفون باستخدام الطباشير الأبيض مع مواد أخرى مما أصاب الأطفال بمرض يجعل رؤوسهم كبيرة الحجم ومنتفخة، بالإضافة إلى تدهور حالة أجسادهم شيئا فشيئا. 8. إن الملح الصناعي لا يصلح للاستخدام الأدمي إلا أنه أقل ثمنا. لقد تم بيع 788 طنا على الأقل من هذا الملح من خلال 12 شخصا على مدار 13 عاما باعتباره ملح طعام في الصين. أما الملح الصناعي فمن الممكن أن يتسبب في مشكلات عقلية وجسدية، هذا بالإضافة إلى خلل الغدة الدرقية والجهاز التناسلي. 7. هل كنت تعلم أن الطعام في الصين لا يتم فحصه حتى يلقى أحدهم حتفه؟ حيث قام أحد التجار في سوق بمدينة جوانتونغ بجمع الطين المحلي وبيعه باعتباره فلفل أسود، بالإضافة إلى قيامه ببيع الفلفل الأبيض على الرغم من أنه كان خليطا من الطين والقمح. 6. في عام 2011 بمدينة شونغشانغ بالصين بدأ البعض بالشكوى من أن المعكرونة التي يقومون بشرائها وطبخها لها مذاق غريب، ولكن بالبحث قليلا تم التوصل إلى أن هذه المعكرونة ما هي إلا خليط من الذرة مع صبغة اصطناعية لإعطائها لونا بنفسجيا وشمع البرافين. تمت مصادرة أكثر من 5 أطنان من هذا المنتج المغشوش. 5. مؤخرا تم العثور على كمية كبيرة من البازلاء المغشوشة في مقاطعة هونان بالصين. طبقا للصحافة المحلية يصعب تناول هذه البازلاء بعد طبخها. قامت الشرطة الصينية بتفتيش أحد المستودعات غير القانونية حيث كان يتم تصنيع البازلاء المغشوشة، والتي كانت تصنع من فول الصويا مع إضافة صبغة خضراء من أجل محاكاة اللون الأخضر، هذا بالإضافة إلى استخدام مادة تدعى ميتابيسلفيت الصوديوم والتي تستخدم كمادة حافظة. إن استخدام الصبغة الملونة تلك هو أمر محرم تماما نظرا لأن استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إعاقة قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. 4. لم تعد هناك حاجة للدجاج اليوم نظرا لأن التجار الصينيين يربحون 70 دولارا أو أكثر من خلال تصنيع وبيع البيض المغشوش. إن المواد الكيميائية اللازمة لصناعة هذا البيض هي حمض الألجانيك والبوتاسيوم والجيلاتين وكلوريد الصوديوم والماء والألوان الاصطناعية، أما قشور البيض فتصنع من كربونة الكالسيوم. إن تناول هذا البيض من الممكن أن يتسبب في فقدان الذاكرة. 3. في عام 2012 قام أحدهم بشراء الجوز من مدينة تشينغشو بالصين، فوجد قطعا من الإسمنت داخله. يتم تغليف الإسمنت بالورق حتى لا يحدث ضجيجا مريبا عند اهتزاز الجوز، أما بائع الجوز فقد كان يحاول الحصول على أكبر مكسب ممكن من خلال بيع هذه الثمار الجافة المغشوشة والتي كان وزنها أكثر كثيرا من الثمار الأصلية.
2- لقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش في الصين، ويعتقد أن غالبيته تم تصنيعه في الصين باستخدام البطاطس والراتنج الاصطناعي ومثله مثل البازلاء. عقب طبخ الأرز كان يتصلب بشكل مبالغ فيه، أما استخدامه على المدى الطويل فمن الممكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان. خرجت العديد من وسائل الإعلام الصينية إلى المتاجر الشهيرة في المنطقة واستطاعوا التوصل إلى هؤلاء البائعين الغشاشين الذين أقدموا على بيع هذا الأرز المغشوش. 1- مثل ما نعلم جميعا في الصين هناك عادة غريبة طبقا لثقافاتهم، ألا وهي تناول لحوم الكلاب. وبما أن لحوم الكلاب والخنازير أقل ثمنا من غيرها، فإن العديد من المطاعم والتجار يقومون ببيعها بدلا من لحوم البقر، ولكن ليس قبل القيام بوضع بعض من المواد الكيميائية بها مثل مستخلص لحم البقر، حيث يتم نقع اللحم به لمدة 90 دقيقة حتى لا يلاحظ مذاق لحم الكلاب. نصح الأطباء الجميع في الصين بالابتعاد عن هذا الطعام المغشوش، لأن استخدامه على المدى الطويل من الممكن أن يتسبب في التسمم أو التشوهات أو حتى مرض السرطان. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.